يسعدني أن ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ أشرف، بعد يعني مساء الخير على حضرتك. تم توقيع في حضور الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي على مذكرة تفاهم، أو ثلاث مذكرات تفاهم، من ضمنها مذكرة لإنشاء منطقة لوجستية في جيبوتي، وأخرى في مجال الطاقة، وغيرها في مجالات الإطار الخاص بتنمية العلاقات المشتركة ما بين البلدين. ما الذي تمثله هذه المذكرات، وكيف يمكن تفعيلها من خلال وضع رؤى وتصور سريع لبناء هذه العلاقات الاستراتيجية ما بين الدولتين؟ مساء الخير لحضرتك والساده المشاهدين. بكل تاكيد قمه اليوم بتاتي في اطار النجاح التي شهدته العلاقات المصريه الاثيوبيه في الاعوام القليله الماضيه، وبلغت ذروتها في العام الماضي عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزياره جيبوتي، باعتباره اول زعيم وقائد مصري يزور جيبوتي منذ احداث نوع من تاطير العلاقات المصريه الجيبوتيه. بكل تاكيد قمه اليوم ايضا كان معها مجال واسع للتفاهم والتلاقي بين الزعيمين لبحث تحسين وتعميق العلاقات في المرحله القادمه، وايضا بناء ما تم الاتفاق عليه خلال زياره الرئيس السيسي لجيبوتي في العام الماضي. قضايا رئيسيه وايضا عناوين رئيسه بالغه الاهميه على مطار العلاقات الثنائيه وفيما يتعلق بمنطقه القرن الافريقي وفي منطقه الشرق الاوسط. اعتقد العلاقات الثنائيه كان لديها حظوه كبيره من الاهتمام والنقاش المعمق بين الزاعمين فيما يتعلق بضروره ان يكون هناك تلاقي وتطابق في المواقف الخاصه بزياره الاستثمارات المصريه في جيبوتي في المرحله القادمه، وتوفير استحقاقات الدعم من خلال التأهيل لمشروعات اقتصادية والاستثمارية في جيبوتي من خلال توقيع ما يعرف بمنطقة لوجستية التي تم توقيع اتفاق عليها اليوم بحضور الرئيسين، بالإضافة إلى اتفاق الخاص بالطاقة، بالإضافة أيضا إلى توفير كل سبل الدعم للأشقاء في جيبوتي في المرحلة القادمة من خلال أيضا إنشاء بنك مصر، فرع لبنك مصر في جيبوتي، وأيضا توفير اللوجستيات الخاصة بالتأهيل الكوادر في مجالات الطاقة والاستثمار، وايضا التعليم والصحه والبنيه التحتيه في اثيوبيا، خاصه ان اثيوبيا لديها رغبه كبيره في الاستفاده من استلهام نموذج النجاح المصري في مسار التنميه المستدامه والنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر في 7 سنوات الماضيه، من خلال نقل كثير من خبرات التعاون في هذا المجال، خاصه في مجال البناء والتشييد والصحه، وايضا مجال التعليم باعتبار ان مصر لديها كثير من القدره الناجحه في السنوات الماضيه، بالاضافه الى الاتفاق على ان يكون هناك ايضا رغبه مشتركه من قبل الزعيمين والقائدين بضروره ان تستمر مصر في توفير الدعم قدما في اطار التعاون الخاص بالتنميه في اثيوبيا من خلال الوكاله المصريه للتنميه الخاصه بالوزاره الخارجيه، من قيمه تقدمه مصر من مشروعات في اطار التعاون الخاص بالتنميه الاقتصاديه والتجاريه والتعليم والصحه، بالاضافه الى الفكر الدعوي من خلال تأهيل كثير من رجال الدين في جيبوتي من خلال الأزهر الشريف، وأيضا التفاهم على أن يكون هناك نشر للدين السمح لما تتمتع به مصر الخصية في هذا المجال. سيد أشرف، حاضرة الأزهر الشريف في هذا الإنسان. سيد أشرف، الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال المؤتمر الصحفي، قال إن المباحثات تناولت ملف سد النهضة ورغبة مصر الحقيقية في التوصل إلى حل قانوني ملزم لكافة الأطراف يحافظ على حقوق مصر التاريخية ويحفظ لإثيوبيا أمنها وتنميتها، وأن مصر لا تقف في طريق أحد من أجل تنمية بلاده. بالفعل هناك 3 قضايا رئيسية في هذه القمة فيما يتعلق بمنطقة القرن الأفريقي. القضية الأولى هي تواصل تفاهم حول توفير الآلية الخاصة بعلاج قضية سد النهضة من خلال الالتزام المصري وتأييد جيبوتي لهذا الموقف المصري لاتفاق قانوني عادل ملزم في آلية التشغيل لقضية سد النهضة، وتوفير الحقوق والاستحقاقات المصرية في التعاون مع السودان وأثيوبيا في المرحلة الحالية وفي المستقبل القريب من خلال التمسك بمجمل المبادئ المصرية في هذه القضية والحفاظ على حقوق مصر الثابتة والتاريخية في قضية سد النهضة ومياه النيل، باعتبارها انها قضية محورية اولتها مصر كثير من الاهتمام خلال السنوات الماضية، وتحظى بكثير من التأييد والحاضنة الافريقية في هذا الشأن، باعتبار ان الموقف المصري موقف عادل قانوني يتمتع بكثير من الاطر التشريعية الدولية وقرارات الامم المتحدة في هذا الشأن، باعتبار ان التمسك بالحقوق المصرية في هذه القضية حق اصيل وجوهري. ما زالت مصر ترى انه لابد ان يكون هناك حل عبر الدوائر والقنوات السياسية
توفير الاستحقاقات التفاهم والحفاظ على حقوق مصر وحقوق ايضا السودان في هذا الشان. بالاضافه للقضيه الخاصه في منطقه البحر الاحمر، امن البحر الاحمر كان قضيه بالغه الاهميه حظت بالنقاش من قبل الزعيمين باعتبارها انها قضيه بالغه الاهميه في ضوء التوترات التي تشهدها المنطقه في القاره الافريقيه وايضا الاقليم، وتحتاج لان هناك تعاون دائم امني ومصري بين مصر وجيبوتي في هذا الشان لتوفير استحقاقات الدعم والتفاهم نحو تركيز او تعميق ركائز الاستقرار والامن في منطقه البحر الاحمر، باعتبار انها تحصد اهميه مصريه ولعبت دورا كبيرا في الحفاظ على منسوب الامن والاستقرار في هذه المنطقه، وضروره ان يكون هناك تعاون بين دول منطقه البحر الاحمر باعتباره انه شريان حيوي، ترى مصر انه يلعب دورا كبيرا في توفير منسوب الاستقرار. سيد اشرف، ياخذنا هذا الى جانب اخر وهو تصريح الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر جيلة عن أنه قال تم الاتفاق ما بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي على الانطلاق بالعلاقات المصرية لرؤى استراتيجية أكثر حرصا وقدرة على تلبية رغبات الدولتين في المجالات كافة. ما هو المتوقع في الانطلاق بهذه العلاقات، وإلى أي مدى يمكن أن تصل هذه العلاقات الثنائية المتميزة ما بين مصر وجيبوتي؟ أنا نعترف صراحة أن العلاقات شارت في العامين الماضيين على سبيل الذكر كثير من الاندفاعات القوية نحو إحداث نوع من التلاقي في كثير من فكر وأيضا رغبة القائدين والرؤى الخاصة بالشعبين في المرحلة القادمة من خلال خلق حالة من التلاحم لإقامة مشروعات ناجحة في كلا البلدين وتوفير حاضنة مصرية لجيبوتي في هذه المرحلة للأخذ بيدها نحو إحداث مزيد من طفرة التقدم والتنمية المستدامة في أثيوبيا في المرحلة القادمة، خاصة أن الجانب الجيبوتي لديه رغبة في استلهام تجربة النجاح المصري كما قلنا، ونؤكد على أن مصر أيضا راغبة في زور الحواضن التي وفرتها للعودة القوية لمصر في القارة الإفريقية في السبع سنوات الماضية والتي بلغت ذروتها عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، لعب دورا كبيرا بجعل القارة الإفريقية أحد الدوائر أو عودة الدوائر الرئيسية للخارجية أو السياسة الخارجية المصرية باعتبارها أنها تلعب دورا كبيرا لما لمصر من دور وثقل وحضور في القارة، ولعبت دورا في تأسيس الاتحاد الأفريقي الذي تحول الآن إلى كثير من النجاحات في الآونة الأخيرة بفضل الكثير من الأفكار والمبادرات المصرية، واستضافت مصر العديد من المحافل الخاصة بالقارة الإفريقية على مدار السنوات الثلاثة الماضية، ولعبت دورا بازغا في إحداث نوع من التنمية الكاملة في القارة الإفريقية، أبرزها ما سوف تحتضنه مصر في شهر نوفمبر القادم الكوبي 27 في إطار الاتفاق المتعدد الدولي أي التعاون الدولي بين الأطراف في مكافحة المناخ، باعتبار ان هذا المؤتمر هو يمثل القاره الافريقيه ومصر توفر كثير من النجاحات لضمان هذا المؤتمر بما له من اهميه وخصوصيه على المستوى الدولي، باعتبار القاره الافريقيه تتضرر كثيرا من قضايا المناخ بالرغم انها ليست السبب الرئيسي في قضايا المناخ في العالم، لكن مصر ترى ان الاهتمام بافريقيا يمثل احد الاركان الرئيسيه في السياسه الخارجيه المصريه باعتبار انها تستمد كثير من الحضور المصري على المستوى الدولي، ونقلت مصر نجحت في نقل تجارب ايضا افريقيا وقضاياها الى المجتمع الدولي في مجلس الامن للامم المتحده لسنوات طويله، وتسعى مصر لتعزيز العلاقات سواء بشكل جماعي بين دول القاره الافريقيه او حتى على المستوى الثنائي، كان هناك الاسبوع الماضي زياره رئيس السنغال واليوم رئيس جيبوتي، واعتقد القاره تمد يدها للتلاقي وتوفير الحواضن التنمويه الاقتصاديه وايضا علاقات رفيعه متميزه كفؤه مع دول القاره الافريقيه في كثير وعديد المجالات للتعاون الثنائي وحتى على المستوى. سيد اشرف، دعني اتوقف معك هنا امام يعني جانب من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو الجانب المتعلق بمكافحة الإرهاب ومكافحة الأفكار المتطرفة وبناء السلام وبناء الإنسان سواء في القارة الإفريقية أو في مصر أو حتى في كل الدول، ودائما ما يتحدث السيد الرئيس عن هذا الموضوع، تحدث في هذا الأمر عن أن الأزهر الشريف دور كبير في مكافحة الأفكار المتطرفة وشرح صحيح الدين الإسلامي من ويعني تنقيته من كافة المغالطات التي من الممكن أن يتبناها بعض الناس في إفريقيا أو في أي مكان من العالم. ما هو الدور المنوط بالأزهر الشريف في شرح صحيح الدين في قارتنا الإفريقية أو في ما نتعامل به بشكل يومي؟ دعني أقول في هذا الشأن أن التجربة المصرية خلال السبع سنوات الماضية كانت تجربة ملهمة استلهمتها كثير من دول إقليم الشرق الأوسط والقارة الإفريقية بفضل هذا النجاح الذي تحقق على مدار سبع سنوات من العمل الجاد لاستعادة الأمن والاستقرار
مجابات الفكر المتطرف لكثير من الادوات سواء الامنيه او سواء ايضا الخطاب الديني. لازم نجعل فيه مصر ببراعه لتعديل كثير من الافكار المضلله والسامه في هذا الشان، وبالتالي التجربه المصريه التي كان يراهن البعض في العالم على انها سوف تستمر طويلا نتيجه ما حدث في 25 يناير ثم ايضا الجامعات الاجنبيه وما الى ذلك، استطاعت مصر بكثير من الثبات والقوه في الحضور وامتلاك الادوات والمقومات الخاصه بالتفاعل مع هذه القضيه لوقت هذه الافكار الخاطئه وايضا محاربه الفكر المتطرف بكثير من الجديه والنجاعه والتفوق بشارك المجتمع الدولي وكثير من دول الاقليم لان كل دول الاقليم قاطبه في هذا الشان، وبالتالي كثير من الدول التي تواجه كثير من النزاعات والتوترات بسبب الافكار المضلله وايضا تفشي وتواجد وتمركز بعض الجماعات المتطرفه في القاره الافريقيه لعبت دورا كبيرا في ضروره التعديل بمد يد التعاون والتلاقي مع مصر في الهام التجربه المصريه وايضا لمد يد التعاون من خلال اتفاقيات واطر تعاون مشتركه عبر اتفاقيات وبطاقات التعاون في هذا الشان لنقل التجربه المصريه وايضا توفير مقومات الاسرع المصريه لمحاربه هذا الفكر المتطرف في القاره الافريقيه من اجل الحفاظ على الامن والثبات والاستقرار في هذه القاره التي تليها مصر الكثير من الاهتمام بشان ركائز الامن والاستقرار في منطقه الشرق الاوسط وفي القاره الافريقيه. ياتي دور الازهر باعتباره جناح مهم مبالغ الاهميه من خلال الخطاب الدعوي وتنميه الخطاب الديني ودور كبير من نشر الفكر المستنير العادل الذي يوفر الهامات للنجاح لتغيير الافكار الشاذه والارهابيه في هذه القاره باعتبار الازهر حاضنه للمسلمين في العالم قاطبه، وبالتالي من خلال هذه الاتفاقات وهذا التعاون تقوم مصر على المستوى الرئاسي وايضا على مستوى القياده ومن خلال الازهر بتقديم الاسهامات الناجحه في هذا الشان من خلال تقديم الدعاء وايضا الافكار المستنيره لمحاربه هذا الفكر الضال بكثير من المقومات والادوات التي تمتلكها مصر باعتبار التجربه المصريه هي الالهام وهي النموذج المستلهم في ضروره مكافحه هذا الفكر وحققت نتائج ايجابيه على مدار 7 سنوات وبالتالي اصبحت مصر تحظى بالرياده والتفوق في هذا الشان. ومن هنا نجد رغبة كثير من دول القارة الإفريقية ودول الشرق الأوسط وتزيد التعاون ووتيرة ومنسوب التلاقي مع مصر بإمكانية توفير كل مقومات مواجهة هذا الفكر الضال في نفس الوقت وأيضا الاستعانة بالأزهر باعتبار أنه يمتلك خطاب دعوي معتدل بناء يسعى لحماية الشعوب والأفراد ويكافح ويناهض الأفكار المتطرفة المضللة من أجل حماية الشعوب والأوطان باعتبار أن الركيزة الأساسية لمصر القارة الإفريقية في الشرق الأوسط هي الحفاظ على الدولة المواطنية لدول إقليم الشرق الأوسط. ودي كانت فكرة الدولة المصرية منذ البداية، لكن سيد أشرف دعني أعود معك قليلا إلى الوراء. منذ خمسينيات القرن الماضي وتحمل الدولة المصرية بقادتها المختلفين ويعني التسلسل في القيادة السياسية في مصر، ومصر تحمل على عاتقها هموم وطموحات القارة الإفريقية بداية من حركات التحرر والتي بدأت باعتراف مصر والمساهمة في حركات كثير من الدول الإفريقية. هل هذا الامتداد ما زال مستمرا من يعني أن مصر تحمل هموم القارة وطموحاتها وتعبر عنه بصورة حقيقية وإيجابية أمام المجتمع الدولي؟ كل تأكيد على مدار 50 عاما وأكثر كانت القضايا القارة الإفريقية كانت القارة الإفريقية عنوان وركيزة أساسية في دوائر السياسة الخارجية المصرية باعتبار أن مصر ترى أنها من خلال دورها وحضورها وتوفير الحوار للقارة الإفريقية بفضل زعامتها من جنرال عبد الناصر مرورا برئيس عبد الفتاح السيسي الآن وما بذله في 7 سنوات الماضية من الإعلاء من الشأن الإفريقي حظت بكثير من الثقه والثبات وايضا القبول والمصداقيه في القاره الافريقيه، لا تنسى العام الذي تولت فيه مصر رئاسه الاتحاد الافريقي في عام 2019 كان عام ملهم للقاره الافريقيه، شهد نشاطها على المستوى الدولي وفي مجلس الامن ولدى المنظمات الدوليه وحتى داخل القاره من خلال افكار ورؤى مصريه جاذبه لعبت دورا كبيرا في تغيير فكر وانماط الحياه الكريمه داخل المجتمعات الافريقيه لما قدمته مصر من مبادرات بناءة كريمة فيما يتعلق بالتنمية داخل القارة، محاربة الفقر ومحاربة الصحة ومحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى نقل التجارب المصرية الناجحة في هذا الشأن، على سبيل المثال ما يعرف بمعالجة فيروس سي وما قدمته مصر في هذا الشأن، ما يعرف به أيضا بمكافحة كوفيد 19 وما تقدمه مصر من الأدوية وأيضا نقل التجربة الصحية وتوفير المستلزمات وكل ما يتعلق بالرعاية الصحية للقارة الإفريقية خلال الأعوام الثلاثة أو العامين الماضيين. ناهيك عن ايضا التجربه المصريه في حياه كريمه التي نقلتها مصر من خلال اخوات مجموعه من المشروعات المشتركه والثنائيه وحتى الجماعيه مع القاره الافريقيه، هناك امتداد واسع لحزمه كبيره من المشروعات في مجالات الصحه والتعليم ومكافحه الارهاب والكهرباء والبنيه التحتيه واقامه السدود
وبالتالي ستظل افريقيا احد الركائز الاساسيه للنجاح السياسه المصريه على المستوى الاقليمي والدولي لما لديها من مقومات ومؤهلات القوه والحضور وتوفير الحواضن من النجاح والاستقرار بفضل قوه وتمركز في موضع مصر في القاره الافريقيه وفي اقليم الشرق الاوسط. ومن هنا هي خلق حاله الثقه الموجوده لدى الزعماء والقاده الافارقه وايضا الحضور المتتالي لمصر، اعتقد انه يمثل درجه كبيره من النجاح باعتبار مصر تمثل القبله الرئيسيه للقاره الافريقيه. هنا تاتي الزيارات المتتاليه والاعتماد الافريقي وحتى الاقليمي على مصر باعتبارها انها تمتلك كل هذه المقومات وهذه المؤهلات التي تستطيع تغير من مجرى ومسار الحياه الكريمه وتوفير حواضن الامن والاستقرار للقاره الافريقيه من خلال المبادرات ومن خلال الاسلام السياسي والدبلوماسي الرئاسي ومن خلال ايضا قوه التمركز والتماطع وحجم وقوه الدوله المصريه. اذا هي فكره البناء والتنميه سيد اشرف، البناء بناء الانسان، يعني ربما وحضرتك تتحدث يفتخر المرء المصري وافتخر انا بان الدوله المصريه دائما ما تدعو الى الدوله الوطنيه وفكره الحفاظ على الدوله الوطنيه، وان مصر لم تكن في يوم من الايام دوله غازيه ولم تكن دولة يعني تتدخل في شؤون الآخرين ولم تكن، بل بالعكس كانت الدولة المصرية وما زالت وستظل على انتهاج هذه السياسة، السياسة الخارجية التي لا تتدخل في شؤون الآخرين والتي تعمل دائما على مساعدة الغير وعلى مساعدة الدول والأشقاء دون من منها ودون أن تقول أنها قدمت المساعدة. لكن مصر تقوم بهذا الدور إيمانا منها بدورها الهام وإيمانا منها بأهميتها، وأن هذا يعني ربما يكون على عاتقها أنها تحمل كافة هذه الهموم وتحمل أيضا هذه الطموحات. مصر تبني منذ وقت طويل هذه العلاقات المتميزة سيد أشرف، كيف يمكن أن يعني نصل بهذه الصورة وأن نعلم شعوب القارة الأفريقية أن الدولة المصرية تقدم يد الدعم والعون دون مقابل من أحد؟ كل تأكيد أنك تاريخ حافل في هذا المجال على مدار 6 عقود، هناك صفة رئيسية للسياسة الخارجية المصرية في القارة الإفريقية وفي إقليم الشرق الأوسط وحتى في علاقاتنا الثنائية والجماعية مع كثير من قارات ودول العالم أنها لا تتدخل في الشأن الداخلي للدول، بل بالعكس هي عامل مساعد للحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه الدول وأيضا حاضنة للاستقرار على المستوى الدولي والإقليمي وحتى العالمي. بكل تأكيد هناك ركائز أساسية في السياسة الخارجية المصرية، وهذه الركائز التي جعلت وفرت هذا النجاح للسياسه المصريه على مدار قرون طويله وبلغت ذروتها في السنوات 7 الماضيه من حيث الحضور والتفاهم وطرح المبادرات الخلاقه التي لعبت دورا كبيرا في تغيير حياه الشعوب من اجل ايضا الحفاظ على الدوله الوطنيه حتى في اقليم الشرق الاوسط. لا تنسى ما حدث من سنوات الربيع العربي في اقليم الشرق الاوسط وفي العالم العربي وما حدث في القاره الافريقيه في السنوات الاخيره من الارهاب والامراض والتصحر من خلال القضايا التي بثت كثير من امن واستقرار هذه الشعوب. كانت الدوله المصريه حاضره ومبادئه وتلعب دورا كبيرا في توفير مبادرات خلاقه لامكانيه توفير استحقاقات وحلول الانجاز والنجاح في مساعده هذه الدول للاخذ بها الى بر الامان، وهذا في حد ذاته يمثل ثقل وجوهر القوه المصريه سواء القوه الصلبه او القوه الناعمه من حيث تمكين وتوفير وتمكين علاقات كثير من الدول مع بعضها البعض بفضل المبادرات المصريه، بالاضافه للتدخلات المصريه العديده لتحديد الخلافات داخل القاره الافريقيه وفي اقليم الشرق الاوسط والحفاظ على الامن والاستقرار القوم المصري والعربي والافريقي. اعتقد ان كل هذا الحضور خلال جهود وسنوات وقرون بلغ ذروته في السنوات الماضيه بكثير من مبادرات النجاح، وهذا هو الامر الذي جعل كثير من دول القاره تمتن وتوفر كثير من اشادات الدعم والتقدير للدور الحضور المصري بما لديها من ادوات واسوا لعبت دورا كبيرا في تقديم منهاج واسلوب العمل سواء في المستوى الامني او الاقتصادي او التعاون في مجالات التنميه، التعاون في ايضا من تحسين جوده الحياه لكثير من المواطنين ودول القاره الافريقيه من خلال مبادرات خلاقه. كل هذه الطروحات وكل هذا الحضور اسهم بكثير من الزخم في قوة ومكانة التواجد والحضور المصري في القارة الإفريقية، لأن ليست الدولة لا معتدية ولا غازية بل بالعكس ساعدت وأيضا وفرت كل التحقيقات وركائز استقلال وتحرر الشعوب الإفريقية، وما زالت حتى هذه اللحظة واليوم بتوقيع الاتفاقيات مع جيبوتي يمثل نموذجا للاستلهام المصري في مجال التعاون بشعوب ودول القارة في النهوض ومستقبل واعد بازح تمتلك فيه مثل كثير من قوة الحضور والأدوات وأيضا المقومات الخاصة بالنجاحات الاقتصادية والتنموية والصحية والبيئية. وأعتقد أن هذا انعكس بشكل إيجابي على قوة وحضور
المصري في القارة الإفريقية باعتبارها دولة ركيزة أساسية تمثل نواة صلبة لحماية الأمن الإفريقي في المقام الأول. طيب أستاذ أشرف، عفوا، دور آخر هو دور الكنيسة المصرية في القارة الإفريقية، كيف ترى دور الكنيسة المصرية من نشر القيم ونشر التسامح ونشر السلام ما بين شعوب القارة الإفريقية؟ الكنيسة لعبت دورا كبيرا طيله السنوات او القرون الماضيه بكثير من نشر الفكر المعتدل، والكنيسه لديها كثير من الحضور ولديها كثير من الكنائس داخل اثيوبيا وغيرها من دول القاره الافريقيه، خاصه اننا نستمد جزء من نجاح القوى الناعمه والقوى الدينيه للكنيسه المصريه والازهر الشريف داخل القاره الافريقيه. هناك كثير من شعوب ودول القاره الافريقيه تربو بكثير من الامتنان والاشاده بدور الكنيسه المصريه في الحفاظ على الخطاب الدعوي السليم الذي يحافظ على حقوق الاخوه الاقباط والمسيحيين في دول القاره، من خلال ايضا نشر وتقديم ادوات المساعده والدعم والنهوض والحفاظ على الخطاب الدعوي الذي يلعب دورا كبيرا في تلاقي الشعوب وتوفير روح الاخوه الانسانيه بفضل هذا التعاون والدعم بين الكنيسه والازهر في الناحيه، خاصه ان هناك بالفعل مجالس التعاون المشترك في الداخل المصري وعلى مستوى القاره الافريقيه وكثير من دول العالم، وهناك ايضا مجالات ارحب واوسع لعبت دورا كبيرا في توفير استحقاقات تمتع بمصر من حيث جاذبيه القوى الناعمه بما تمتلكه من ادوات للكنيسه والازهر في نشر هذا الفكر المستنير الذي استطاع ان يولد قناعات لدول القاره الافريقيه باهميه وحظوظ وثقه الدور المصري بكثير من معدلات النجاح والتاهيل وتغيير الخطاب الى الافضل والاحسن ومواجهه كل ما يعكر دور الكنيسه والازهر في نشر الفكر المعتدل والحفاظ على حياه واستقرار الشعوب والتعاون المتبادل بين البلدين والمجالين فيما يتعلق بالازهر والكنيسه مع كثير من دول وشعوب القاره الافريقيه بكثير من التفاهم وايضا كثير من الانسجام والتلاقي في هذا الشان. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الأستاذ أشرف العشري الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الأهرام على قراءتك وعلى تحليلك لما تسخر به القارة الإفريقية من خيرات ومن ثروات يمكن أن تنعم بها شعوب القارة الإفريقية. كل الشكر والتقدير لحضرتك.